كريم ألف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن هيثم، ألف مبروك للفرقة وألف مبروك للعيبة، ألف مبروك للجمهور، مجلس إدارة النادي الأهلي. مكسب مهم طبعا على نادي الزمالك، جاي بظروف خاصة، فخلينا نبص للصورة إجمالا، إن الفرقة كانت محتاجة مكسب النهاردة بأي شكل من الأشكال. يعني مش هضيف حاجة عن اللي الكباتن قالوه، هو بس يعني هو حاجة بس نقطة واحدة أنا ملاحظها، إن إحنا الشوط الثالث والرابع جبنا 32 بونت. انا مش فاكر انا شفت 3 بوينت واحده تمام. فاست بريك، لما جرينا فاست بريك وجبنا فاست بريك الدنيا بتفرق. لما عملنا بنتريشن فضينا البيفوتات، ادينا ثقه لعمر طارق، فتحنا لعب لبعض. فدي حاجه مهمه جدا، ان انا لما الاقي 3 بوينت ما افضلش مركز عليها لو هي الدنيا مش ماشيه فيها كويس، في بدائل كتير ان احنا نقدر نعملها. ودي حاجه برضو ايجابيه ان الفرقه دورت على ايه اللي ممكن يكون ماشي معاها النهارده بحيث انها تقدر تخرج من الماتش انها كسبان. يعني النهارده من بكره الصبح نبدا نقفل كلام في الماتش ده. احنا الماتش الجاي ان شاء الله بتلعب اول الدوري تمام، ده ماتش الصداره، فالماتش الجاي ان شاء الله هو اللي يخليك اول الدوري باذن الله. نبدا نركز عليه من بكره باذن الله، والف مبروك للعيبه كلها، واحنا بنشكرهم ان هم فرحوا الجماهير. يعني الف مبروك يا